خلي بال حضراتكم، السلالات البلدية زي الفيومي والرزي والساسو هي أكتر سلالات متأقلمة على الظروف المصرية وعندها مناعة غريبة ضد أمراض الطيور. مشكلتها الوحيدة هي إن مفيش مربي بيقدر يصبر 60 و65 يوم على ما تنتهي دورتها، ولكن طبعاً أي مزرعة بتفتح بيع بعد انتهاء دورتها بتتخطف حرفياً، والسعر مش بيقل عن 100 جنيه للكيلو جرام الواحد. هو خليني أقول لك على حاجة، المربين النهاردة كانوا الأول بيشتغل مثلاً بفلوس غيره، يعني مثلاً كان طاقته وفلوسه تربي 10,000 فرخة، كان يجي لك يقول لك أنا هاخد علف من عندك بالآجل ويروح لبتاع الكتاكيت ياخد منه بالآجل وياخد بتاع الأدوية بالآجل فيربي 100,000 ولا 150,000، هو فلوسه كلها 10,000. النهاردة القطاع كله كاش. مظبوط، كاش تمام، وبالتالي تقلص ورجع تاني ل 10,000 فرخة من 150 و100,000 فرخة. تمام مظبوط، هو ده اللي حصل فعلا. على كل مربي كده المعروض لازم يقل، علشان كده المعروض قل بالفعل، هو ده فعلا سبب ارتفاع الاسعار، لان فعلا الطاقه الانتاجيه مش زي الاول خالص، بسبب ان كل الناس اللي شغاله دلوقتي هي اللي شغاله كاش، اللي معاه فلوس الاجل ده كل المصانع وقفت، هو اللي شغال هو اللي عشان شغال. يكيش بالظبط كده، صح كده بالظبط. طب انت الناس النهارده بتتعامل معاك، فعلا انت بتنتج طاقه مش قليله، 300 400 طن صح مش كده برضو؟ تمام. الناس بتيجي تشتري منك العلف بتطلعه ازاي؟ انا ببيع لهم العلف كاش، لا على 20 يوم 15 يوم، في آلية دفع، يعني عندي آليات دفع كذا حاجة، يعني كذا طريقة للدفع، في كاش ده كل حاجة على حسب خصمها. ده بتعمل له خصم؟ كل حاجة على حسب خصمها، الكاش 100% اللي هو وقتي، على أسبوع، على 15 يوم، على 20 يوم، أقصى حاجة عندي 20 يوم دلوقتي. بقى لما كنت الأول بتسيبها قد إيه؟ شهرين، شهرين 60 يوم أو 70 يوم. طيب إيه الحل بقى؟ النهاردة الصناعة ناس قللت جدا في عملية التربية، كل مدخلات الصناعة كاش، كتكوت، علف، أدوية، كل ده كاش، عمالة تكلفتها زادت، طاقة تكلفتها زادت، الناس تربي ازاي؟ عايز الروشتة بتاعتك اللي مخليك النهاردة بتربي. تمام والله يا فندم، دلوقتي احنا جامد وفاهم احنا احنا بنربي على قدنا. الأول احنا كنا مربي كميات، دلوقتي فعلا بدأنا فعلا كله يقلل الكميات علشان نعرف نشتغل، لان دلوقتي لو المعروض كتير في ظل الاسعار دي هيبقى الخسائر اكبر، وهيبقى المعروض كتير والاسعار هتقع. فكل اللي بيقدر يربي النهارده لا 20,000، لا انا هربي 10، لحد ما الدنيا تستقر معانا في اسعار الخامات، في اسعار الاعلاف، الوضع بس الاقتصادي معانا يستقر شويه. تراجع القوى الشرائيه مخوفكم؟ بالظبط طبعا، عليكم صح. طبعا، ما احنا نعمل ايه، ما انتوا الاسعار في السماء. ما هو الاسعار في السماء، الناس المصنعات النهارده بتاعت الدواجن بقت اسعارها لا تطاق، يعني اللي عنده عيلين بيودوهم المدرسه يروح يشتري، يعني مش عايز اقول اسماء، ولكن فعلا الاسعار بقت اوفر جدا حضرتك. ما هو الاسعار دي بقى على مستوى الـ 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 الوضع الاقتصادي، على مستوى مصر، يعني على مستوى مصر حاليا اسعار اللحمه كام النهارده؟ كيلو اللحمه برضو برقم، يعني فكلها حضرتك عرض وطلب. وفي نفس الوقت بص بقى، قبل ما تبص لسعر الفرخه كام النهارده، سعر العلف كام او كان كام، فالقصه كلها احنا عايزين استقرار في العلف علشان اسعار الدواجن تنزل. هل البقاء النهارده للكيانات الكبيره بس؟ مظبوط، اللي عنده من اول الكركوت لغايه الكيانات الكبيره والتجار الكبار. طب الصغير ازاي ارجعه، ولا مستحيل يرجع؟ لا هيرجع لو السوق استقر، اسعار العلف في السوق، هي بص حضرتك، هو 99% من الشغلانه بتاعتنا يعني. علف 99% من شغلانتنا علف، لو سعر العلف اتظبط واستقر كل الناس هترجع تشتغل تاني، وبالتالي سعر اللحم الفراخ هيتظبط. لو الاسعار بتاعه العلف استقرت واتظبطت والناس كلها اشتغلت، اسعار الدواجن هتنزل، الاسعار هتستقر، هتبقى زي الفل. يعني ما تحسب لي كده كيلو الفيومي ده بكام، يكلفك كام؟ يعني حضرتك التكلفه النهارده مثلا، وزي ما اتفقنا تعمل حسابك على شهر هتنزل على القاهره، انا عايز احسب التكلفه بس احسبها على سعر العلف كام، ما انا مش عارف سعر الكيلو كام بتاع العلف النهارده بكام، بكره بكام. يعني انت بتاع علف ومش عارف؟ لا ما انا ما اقدرش احسب سعر الدوره بتاعتي قبل ما ادخلها، يعني انا دورتي بتقعد 60 يوم. اللي قدامي ده سعر التكلفه النهارده عمره قد ايه النهارده؟ النهارده عمر حوالي 40 يوم. عدى عليه علف بكام وبكام وبكام وبكام؟ علف ب27، علف ب27، وعلف ب25، وعلف ب23، وعلف ب22. معاك ربنا بصراحه. فالموضوع صعب بصراحه، حساب التكلفه ده صعب، فهو خايف يشتغل عشان كده مش عارف يحسب سعر التكلفه ولا عارف. انت حتى لو 25 عندك، يعني في 75 علف بالظبط صح؟ لا الفرخه كامل 3 كيلو، عندنا الفرخه 2 كيلو ونص. طيب يعني احنا بنتكلم في حوالي 60 65 جنيه صح؟ تمام. ومعاك 35 جنيه ما بين ادويه 7 8 جنيه، وسعر الكتكوت، وفي ادويه، وفي مصاريف العماله بقى، مصاريف الفراخ دي بتاخد تحصينات، وبتاخد، وفي حد بيجي ده تحقينات، تحصينات برضو، تحقينات انفلونزا، نيوكاسل، حاجات كتيره، كل دي تكلفه، مزرعه، ايجار، عامل، كهرباء، ميه، كل حاجه. انت كبتربي فرخه يونيك،
دي فرخه فيومي معروف ان طعمها حتى حلو، دي لوحدها مسكره تمام، زي انت تاكلها زي السوشي كده ممكن وهي نيه تمام ازاي. ملهاش سعر تاني، ملهاش وضع مختلف في السوق لما بتنزل بيها، التجار ما بيجروش عليك يقول لك هي دي اللي احنا عايزينها. لا ليها، ما هو حركه هي بيها تجار معينين هم اللي بيجي ياخدوها مننا. دي المفروض تبقى قاعد تقول له انا تكلفتي النهارده في دي 110، انا هاخد 5 جنيه على التعب بتاعي على 60 يوم. لا ما نعرفش نعمل كده، وحاولنا نعمل كده ما عرفناش. بسبب ايه؟ بسبب العرض والطلب. التاجر النهارده مطلوب منه بينزل بيلاقي 20 عنبر فاتحين، بيبتدي هو اللي يحط السعر، انا قدامي بكذا اجي لك وهكذا، ويبتدي يلعب في الاسعار، واحنا بقى المعروض بيبقى كتير فكله بيضطر انه ينزل في الاسعار عشان يبيع. فهي مش ما بنعرفش نحسبها، لان الموضوع عرض وطلب بالنسبه للدواجن، عرض وطلب، فصعب انها تحسب. لو العرض قليل لا حضرتك بتقول زي ما انت عاوز، بس العرض قليل والطلب كتير، لكن العرض كتير والطلب قليل الموضوع بيعكس.